بعد فيا معاشر عمار بيت الله، السيدة أخذت تعرف تطورا مأساويا بالمغرب، كان ذلكم هو تصريح الذي أدلت به الرئيسة أو رئيسة المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة، فهو يتطور بشكل مخيف مهول، ونسبة الإصابات تزداد عاما بعد عام، فلقد بلغ عدد المصابين بمرض السيدة حسب إحصائيات الرسمية لوزارة الصحة العمومية 1600 شخص، عدا الحالات الكثيرة التي لم يتم التعرف عليها لأن أغلب المغاربة فقراء لا يخضعون للتحليلات لدمائهم. هذه مسألة معروفة، هذه المسائل، هذه الحالات المحصية التي كانت ولا زالت تحت المراقبة 1600 إصابة. والمعروف يا عباد الله أن هذا المرض الفتاك الذي أطلق عليه العالم اسم لعنة العصر، فهو لعنة العصر، هذا المرض ينتقل بوسائل شتى، وأكثر الوسائل التي تؤدي إلى انتقال الوباء بشكل خطير هو الممارسات الجنسية، ثم انتقال الميكروب أو المرض من الوالدة لجنينها، فيكون الجنين ضحية لإصابة والدته بهذا المرض فينتقل إليه عبر الدم، وكذلك ينتقل عبر نقل الدم من المصاب إلى الصحيح، كما هو حادث في ليبيا، فقد وقع في ليبيا أن نقل الدم المنجس المصاب إلى أطفال كثر في ليبيا، سبب أزمة دبلوماسية بين ليبيا والغرب كله، لأن المحكمة أصدرت على الهنغاريين وعلى الطبيب الفلسطيني المشرف حكم الإعدام، ولا زالت أوروبا تضغط من أجل تخفيف الحكم على هؤلاء الذين كانوا سببا وراء هذه الكارثة. وينتقل رابعا عن طريق التعاطي للمخدرات بواسطة الإبر والحقن، فأغلب المصابين الذين يتعاطون للتخدير عبر الإبر تنتقل إذا استعملها صحيح بعد أن استعملت من قبل مصاب، فينتقل عبر هذه الوسائل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الانتقال يتم بشكل أكبر عبر العلاقات الجنسية، فقد صرحت رئيسة ما يسمى بالمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة أن 70% من الإصابات في المغرب إنما انتقلت عبر الالتقاء الجنسي خارج شرع الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، في فاتح ديسمبر من كل عام تقوم دنيا الجمعيات والمؤسسات التي حملت على كاهلها محاربة السيدة، تقوم دنياها ولا تقعد، لأن 1 ديسمبر هو اليوم الذي اتفق عليه عالميا بأن يكون اليوم العالمي لمحاربة السيدة، فتجتهد في توزيع المطويات في المؤسسات، وتجتهد عبر الإعلام في توعية الناس بمخاطر السيدة، ولكن المؤاخذ على هذه الجمعيات في حملتها التي تشنها كل عام أنها حملة موسمية، وثانيا أن الوسيلة التي تصفها كعلاج لهذه الظاهرة لا تعدو أن تكون وسيلة لا دينية غربية نقلتها نقلا حرفيا عن المؤسسات والمنظمات الأجنبية الغربية، بحيث تقصي الدين كوسيلة من وسائل الوقاية والعلاج، إنما قصارى مناها وجهدها
أن تأمر في تلك المطويات وتحذر الطلبة الذين يمارسون الجنس من أخذ الاحتياطات عند ممارسة الجنس، فتقول لهم إذا أردت أن تمارس الجنس فاحذر الأيدز، وإذا كنت مرغما على فعله، سبحان الله كيف يكون مرغما، إذا صرت مرغما لفعل هذا الفعل المنكر فعليك أن تأخذ الاحتياط كأن تستعمل ما يسمى بالعازل الطبي أو الواقي الذكري أو كيف يسمونه. وقد اجتهدت هذه الجمعيات على أن توفر نقطا لبيع هذا العازل حتى في البوادي، تقريب العازل الطبي للمواطنين حتى في البوادي لابد من وجود نقط لبيع هذه المصيبة. فكانت طريقة علاج هذه الجمعيات لمرض الإيدز لعنة العصر طريقة مضحكة مبكية، مضحكة مبكية. هل تجدي هذه الوسيلة في انتشار هذا المرض الذي يزداد عاما بعد عام والذي يهدد البشرية بخطر المحق والانقراض؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولتجاوز يا عباد الله هذا النقص الحاصل في إقصاء الدين كوسيلة من وسائل الوقاية والعلاج لأخطر مرض داهم يداهم البشرية، نظمت مجموعة من علماء وأئمة من موريتانيا والسنغال ومالي ونيجيريا والنيجر يوم 5 من الشهر الماضي نوفمبر 2005 نظمت قافلة تحسيسية للسكان القاطنين غرب أفريقيا والتي ستستمر إلى منتصف هذا الشهر من العام الحالي لتحذيرهم وتوعيتهم بمخاطر الداء وضرورة الوقاية منه وعدم إقصاء أو محاولة عزل المصابين بهذا المرض. هذه لأول مرة يتفطن العالم إلى دور الدين في مسألة محاربة هذا المنكر وهذا المرض. ولذلك نظمت هذه القافلة من العلماء تجوب إفريقيا وتنطلق من الإسلام وتوجيهات الإسلام في توعية الناس بمخاطر الأمراض هذا المرض. إذن كل المحاولات تبقى ناقصة ما لم ينخرط العلماء والدعاة في ضرورة تعليم المسلمين أمور دينهم وحثهم على تقوى الله ومراقبة الله تعالى في السر والعلن وطاعته والبعد عن معصيته. فالالتزام بالدين هو الضامن الوحيد لحماية أمة رسول الله وحماية البشرية كلها من كل الأخطار المحدقة بها. والالتزام بالدين هو الحصن الذي يضمن للبشرية جمعاء أمنها النفسي وأمنها الصحي وأمنها الغذائي وكل أمن تصبو إليه البشرية. إن إقصاء الدين يا عباد الله من مجالات الحياة كلها جر ولا زال يجر على البشرية كلها النكبات والهزائم والفواجع في كل المجالات. وصدق ربنا العظيم إذ يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي آية من سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أقصيتم الدين فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في حديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خمس إذا أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوبئة والأوجاع التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا. هذا كلام رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم يبين أن انتشار الفواحش وظهورها والإعلان بها والإشهار لها عياذا بالله عبر وسائل الإعلام هو نذير شؤم على الأمة كلها. إن رضيت وأشربت هذه المنكرات وتطبعت معها ولم يوجد في الأمة من ينكر على فاعلها إلا وسلط الله عليهم الأوبئة والأوجاع والزلازل والموت الفجائي. مجموعة من الأحاديث تبين أثر الزنا إذا ظهر على الأمة على الأفراد وعلى الأمة، فيها ظهور الموت المفاجئ. موت مفاجئ، صباح صباح قالوا مات، فيكثر ويفشو الموت الفجائي. فيتساءل الناس لماذا؟ فيقول رسول الله لإعلان جريمة الزنا. تظهر الأمراض، مرض السيلان والزهري والأيدز والسيدة، مما هذا؟ قال رسول الله إذا ظهرت الفاحشة في قوم. وسبحان الله، فالجزاء من جنس العمل. إن الأمة الإسلامية أو البشرية رضيت ببيع الأعراض وتساهلت في الزنا حتى قامت وسائل الإعلام بالدعاية له، وحتى طلب بعض السياسيين من الأحزاب أن يصير الدعارة نشاطا اقتصاديا يجب أن تفرض عليه الضرائب لتدر على خزانة الدولة مداخيل. يا سلام، هنالك مطالبة الآن من بعض من لا خلاق لهم بأن يجعلوا مسألة الزنا والدعارة نشاطا اقتصاديا مقبولا مطبعا معه. فإن رضيت الأمة وسكتت معناه أن جسد الأمة لم تعد فيه الآليات لدفع المنكر. فلما فقدت الأمة آليات دفع المنكر عنها فإن الله لجأ إلى آليات ما يسمى بجهاز المناعة في الجسد فخربه الله، لأن الأمة خربت جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آليات التي تحفظ جسد الأمة من المنكرات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. فإذا سقط نظام الحسبة وغاب ما يسمى بالأمة التي تأمر وتنهى وسكت الجميع صار الجميع يتفرج على منكر الزنا وبيوت الدعارة تفتح في كل حي والإعلام يشيع الفواحش في الأمة ويشجعها على اقتراف الخيانة الزوجية وسمى قضية الزانية بالأم العازبة ونشر ذلك على أوسع نطاق وسكتت الأمة. فلما غاب هذا الجهاز جهاز المناعة في الأمة نظام الحسبة لجأ الله إلى جهاز المناعة في جسم كل شخص فهدمه، فلا ينفع بعد ذلك هذا الجسد إن أصيب بأدنى مرض أن يقاومه. لا حول ولا قوة للجسد لمقاومة الميكروبات والفيروسات والأمراض، لأن الأمة تركت جهاز المناعة الذي يدفع المنكرات عن الأمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. المطلوب إذن أن تعود وسائل الإعلام والأجهزة الرسمية في محاربتها والعمل على وقاية الأمة من هذا المرض. لا مفر لها ولا مهرب إن كانت صادقة في محاربة المرض إلا أن تعود إلى تشريعات ربنا. فلتسأل ما السبب في انتشار داء السيدة ونحن مسلمون؟ قل لي قبل ذلك
لماذا حفظ الله تعالى بلاد المسلمين من السيدة؟ لماذا ظهر أول ما ظهر في الدول التي لا تؤمن بالله ولا تتبع منهاج الله؟ السبب هو وجود الإسلام مهيمنا على حياة الناس، والإسلام يحرب الزنا ويحرب اللواط ويحرب المخدرات ويحرم الخبائث ويحب الطهارة والنظافة. إن الله نظيف طيب، ولا يدخل الجنة إلا نظيف، نظيف في الهندام، نظيف في بدنه، نظيف في مأكله، نظيف في زواجه، نظيف في علاقته مع الناس، نظيف اللسان فلا ينطق إلا خيرا، نظيف الفعل فلا يفعل إلا ما يرضي الله. طهر قلبه من كل ما يبعده عن الله من أمراض، وطهر اللسان عن كل ما يبعده عن الله من رديء القول، وطهر فرجه فلم يسح ماء الفرج إلا فيما يرضي الله وبكلمات الله تعالى، فلا يستحل فرجا إلا باسم الله وعلى بركة الله واتباعا لسنة رسول الله. الزواج الشرعي فقط. فإذا كان أكثر المصابين بداء الزنا، بداء السيدة، يأتي عن طريق استحلال الفروج المحرمة وإقامة علاقات جنسية خارج إطار الشرع، إذن فالحل واضح، فليس هنالك حلا للحؤولة دون وقوع الأمة في هذه الأمراض إلا العودة إلى الإسلام، إلى تعاليم الدين. فنجد الإسلام العظيم، كلمة الله المنزلة على رسوله التي تكفل الله بحفظها، والتي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد، التي شرعها الله للبشر. ألا يعلم الله من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع لهم ما يحفظ صحتهم ويحفظ عليهم إيمانهم ويحفظ عليهم طهارتهم، وخاصة في مجال حفظ الأعراض وحفظ النسل. إن منهاج الإسلام في المحافظة على الأعراض منهاج رباني عظيم، يقف المسلم المتدبر فيه وقفة المعجب، يقف مستسلما مسلما لأمر الله تعالى. فمنهاج الإسلام في المحافظة على الأعراض هو منهاج وقائي. ما معنى منهاج وقائي؟ أي أنه سيج الأعراض بسياجات كثيرة، فلا يصل المرء إلى الزنا وإلى استباحة الأعراض حتى يكسر جميع هذه الأسوار التي حد الله بها وجعلها بينه وبين الزنا. ولذلك قال تعالى في القرآن، لم يقل ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا، أي كل ما يقربك من الزنا فهو حرام. إن الإسلام لا يريدك أن تزني، يريدك أن لا تفعل أي فعل يقربك من الزنا. أما إذا وقعت في الزنا فالأمر قد وصل إلى مدى، الإسلام يريدك أن تكون أبعد الناس عن الزنا. ولذلك شرع منهاجا متكاملا، وليس هنالك منهاج متكامل لحفظ الأعراض إلا في الإسلام. فقد حرم الإسلام على الرجال والنساء أصل كل هذه الأمراض، وأصل كل هذه الأمراض هو البصر. معظم الذنوب من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك قال الله تعالى في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله يعلم ما يصنعون، خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه من مخافتي أبدلته حلاوة للإيمان يجدها في قلبه. هل هنالك من
منهاج وضعي يدعو أتباعه لعبادة غض البصر إلا الإسلام. هذا الذي أمر بغض البصر كيف يمكن أن يتصور فيه أن يصل إلى الزنا؟ أبدا أبدا. كما نهانا أيضا أن نحفظ هذا السمع عن سماع كل ما يؤدي إلى الميل إلى المرأة. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة على عهد رسول الله تضع الخلاخل في رجلها، فإذا ضربت قدمها مع الأرض بقوة تحرك الخلخال في قدمها أو ساقها فأحدث صوتا، فبلغ صوت ذلك إلى الأذن والأذن تعشق قبل العين. فكما حرم على المؤمنين مد البصر إلى الحرام، حرم على الأذن أن تسمع كل شيء يجعل قلبك يميل إلى النساء. الله، سماع الأغاني الفاسدة الفاسقة الفاجرة، سماع الكلام الخبيث، سماع الرفث، وهو الكلام الذي يدور حول علاقة الرجال بالنساء على القهوة جالسين ويتحدثون في هذا الموضوع، يصفون النساء ويتحدثون ما وقع لهم مع فتيات كما يفعل من لا خلاق لهم، صلى الله العفو والعافية. إذن فأيضا جعل هنالك صورا يحفظ الأذنين عن سماع كل ما يميل القلب إلى الفواحش، نسأل الله العفو والعافية. كما حرم الإسلام الخلوة بين المرأة والرجل، وأنتم تعرفون أن الحبيب صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يختلي بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، رسوله إليها ورسولها إليه. كم من الكوارث وقعت بسبب عصيان رسول الله، كم من الكوارث وقعت بسبب التغافل والتساهل عن مسألة الخلوة بين الرجل والمرأة. سئل رسول الله عن الحمو، أيدخل الحمو على زوجة أخيه؟ أيدخل الرجل على زوجة أخيه في غياب أخيه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الموت، لأن تموت أهون لك من أن تدخل على زوجة أخي. ربي 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 ربي، سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما حرم الإسلام التبرج والعري بالنسبة للنساء، وأمرهن بأن يتزين بزي الشرعي بالحجاب، فمصائب الأمة في تبرج المرأة كثيرا. ما نسمع في الإعلام عما يسمى بالعنف ضد المرأة والتحرش ضد المرأة، ولكن لا يتحدثون عن تحرش المرأة بالرجل. أتعرفون ما هو تحرش المرأة ضد الرجل؟ حينما تخرج المرأة مستعطرة عارية تفتن الشباب عن دينهم، أليست تتحرش حينما تتعرى بالرجال؟ البادي في الظلم أظلم، والرجل لو رأى المرأة مستترة محتشمة تزيت بزي الشرع لاحترمها الناس ولقدرها، ولما تجرأ سفيه على أن ينبذ بكلمة قبيحة، ولكن ما تجرأ عليها إلا لأنها تعرت وكشفت النحر والصدر والشعر. ألا إن الحبيب، صلوا على الحبيب، يخبر هذه الأمة أن صنفين من أهل النار لم يرهما، من جملتهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة 500 عام، أو كما قال رسول الله. لباس الحياة يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما، فوالله ما هنالك سبيل لإفساد الأمة وقعت عليه أيادي أعداء الله المتربصين بها كإفساد المرأة وتعريتها. مفتاح الشرور ومفتاح إفساد الأمة محاولة تعرية المرأة. دور الأزياء، عروض الأزياء، دور الحلاقة، دور التجميل وما يقع فيها، حتى ولا المسلم يفتح صالة نتاع الحلاقة يحلق للنساء. مش قال من تحلق انت؟ كوافير نتاع النساء، كوافير نتاع النساء تعبث بشعر المرأة. وهذه بعض امرأة هذه التي تعطي والعياذ بالله شعرها لرجل غريب يعبث فيها. يجي السيد يقول لك انا عندي كوافير راني كنحس للنساء، واسمه يقول الشرع، اسمه يقول الشرع. حسنت غير شبعت عاد وجيت تسأل. ادرك نفسك، ما تأخذه حرام الحرام، ما كان أصله حرام فالتعامل فيه حرام. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، أنت تكسب الحرام عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. وحرم على المرأة أيضا الخضوع بالقول، حتى الخضوع في القول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا تحدثت المرأة مع الرجل في أمور لا بد من الحديث فيها مع الرجل، لا بد أن تتحدث كامرأة لها شخصيتها، فلا تخضع بالقول، لأن التغنج والتمايل وترقيق الصوت مما يحرك القلب المريض إلى ما لا يريده الشرع والشارع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ذلك وقبله أمر الإسلام الرجال وخاصة الشباب منهم أن يتزوجوا، لأن الله لا يحرم شيئا إلا ويفتح من الحلال ما يفي بحاجيات المسلم. فقد قال رسول الله: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له به وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن من الآن يبلغك لقضية الزواج؟ دونك ودون الزواج عقبات وعقبات وعقبات خطط لها من كان عياذا بالله يريد للأمة سوءا. أين العمل؟ أين الاكتفاء؟ أين السبيل لوجود الباعة التي تمكنك من الزواج؟ عقبات وعقبات. ثم عدم اكتراث المجتمع بقضية الزواج، فليست هنالك جمعيات مدنية تشجع الناس على الزواج. إذن هذه أيضا من الكوارث. فيسر سبل الزواج حينما نهى عن المغالاة في المهور. فلقد زوج رسول الله امرأة لرجل لما معه من القرآن، كما حث الوالدين تربية الأولاد على خلق الحياء ونبذ فحش القول وبذاءة اللسان وطهارة الجوارح كلها من دنس القول ورجس الفعل. إذا هو منهاج متكامل قبل أن تسقط في الزنا. هنالك غض للبصر ولا تسمع للكلام الفاسد، هنالك لا تخضعن بالقول، لا يضربن بأرجلهن، غضوا من أبصاركم، هنالك اللباس الشرعي الذي يستر المرأة، هناك هناك هناك. كل هذه أسوار وضعها الإسلام حتى لا يتقحمها الإنسان لئلا يصل أبدا إلى الزنا. هذه التوجيهات يا عباد الله يجب أن تسند وتدعم في مجتمع المسلمين عن طريق الإعلام الباني الذي يحمل على عاتقه توعية الأمة بدينها. أما أن يقوم المسجد بنشر توجيهات ربنا ولكن يعمد الإعلام إلى إشاعة الفواحش فيهدم ما تبنيه المساجد ويهدم ما تبنيه التربية في البيت،
فلا بارك الله في إعلام همه أن يشيع الفواحش في الأمة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كدل مائدة ديال الحوار وتحدث عن مخاطر السيدة، وانت غير تكمل من تما تجيب لي فيديو كليب فيه العري فيه الرقص فيه كل ما يميل قلوب الشباب إلى فعل الفواحش. أي تناقض هذا؟ أي تناقض هذا؟ أتحذرهم ثم بعد ذلك تدعوهم؟ والتحذير يكون بوسيلة قديمة لا تؤثر بالفم، أما الدعوة إلى الفواحش بالفن بالغناء بالصوت الجميل بالمرأة العارية الرشيقة، الله، ضحك على الذقون والله. كما أنه لا بد أيضا من الحفاظ على مظاهر التدين في المجتمع في كل المجالات، وخاصة في مجال السياحة. أوليست هنالك إلا السياحة الجنسية في المغرب؟ أولم يحذر العلماء من خطر التعري في البحار وانتشار المخدرات على الشواطئ ووقوع الكوارث؟ أتدرون ما يحدث الآن على الشواطئ المغربية من كراء لمساحات شاسعة للرمال؟ الأجانب يبنون فيها بنايات. يتحدث شهود عيان أن ما يحدث هناك وما يخطط ليحدث هناك أمر خطير والله. لا إله إلا الله. سياحة جنسية، حتى أصبح المغرب معروف بمسألة السياحة الجنسية عبر مواقع للأنترنت. يتحدث عن مناطق خاصة، مدينة أكادير، مدينة مراكش، وهذه الأقراص المدمجة التي حاول، سأل الله العفو والعافية، وضعيات شاذة لمغربيات تنشر على الملأ في العالم عبر الانترنت، وبطلها بلجيكي حاقد، وتقوم الحكومة والقضاء المغربي بإطلاق سراحه رغم كل ما يفعل. ومن بعد يقولوا على السيدة ينتشر، احمد الله اللي ما قلبش ربي البلاد، كاين شي بلاد بحال هذه؟ وراه الغيرة، وراه الغيرة، كاين شي بلاد بحال ولات بحال البلاد نتاعنا؟ تعرف في الدنيا شي بلاد ولات بحال المغرب؟ تصنف المغرب الآن، شي واحد ما غاديش يعجبهم، يصنف المغرب الآن ويحتل رتبا متقدمة في مسألة السياحة الجنسية. هذه صرخة نذير. إلا زدنا هكذا ما نعرف، تجي شي عاصفة بحال كاترينا والصحف الأخيرة، إذا سكت الناس سألوا الله العفو والعافية يا رب. أما التعليم الذي يفرض فيه أن يقوي ارتباط الناس بدينهم، فهنالك القرار الأخير لتقليص مادة التربية الإسلامية، وهجوم في الصحف على التربية الإسلامية، وكأن الإسلام هو الذي يمهد لولادة ما يسمى بالإرهاب. التربية الإسلامية آخر حصن يتحصن به في المنهاج التعليمي، يهجم عليه بعض من أبناء جلدتنا. لصالح من؟ لصالح من؟ منين يبقى التلميذ نتاعنا عمره ما يقرأ قال الله قال رسول الله؟ غادي يبقى يحتار من الأعراض؟ انظروا إلى ثانوياتنا، انظروا إلى حرم المؤسسات التعليمية لترون العجب. عجب عجاب، عجب عجاب. كاين اللي ماشي غير يزني، كاين اللي ماشي، ولكن فيهم من يعلن كفره على الملأ من تلامذتنا كافر. واحد التلميذ الآن يعلن في إحدى المؤسسات قريبا، عنده شي شعر طويل وذاك الشيء يقرأ ويعرفوا كاع الأساتذة، يعلن كفره برسول الله. هكذا والناس يعرفوه، يعرفوه والأساتذة يعرفوه، ويدعو إلى النصرانية علنا. الأمن هو يخص يقوم بهذا الشيء، هذا يخص يقوم، هذا تعليم. وسئل أحدهم في إحدى الجرائد التي إن شاء الله سنتعرف في خطبة للتنصير،
سئل لماذا أحببت التنصير وتركت الإسلام؟ قال لأن التنصير والإيمان بيسوع أي بعيسى عليه السلام والكفر بمحمد يعطيك حرية أكبر، لأن الإسلام يفرض عليك ألا تزني ألا تخطئ. أما قضية كونك تدخل إلى النصرانية تفتح عليك أبواب الحرية، فتستطيع أن تصاحب فتاة، أن تزني، لأن ذاك الدين يبيح لك كل شيء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كل ذلك وغيره من الإجراءات والتوجيهات والشرائع التي سنها الإسلام حتى يغلق على المسلمين منافذ ينفذون منها إلى جريمة الزنا. لقد حرم الإسلام مجرد أن تتحدث عن امرأة وترميها بما هي منها بريئة، وإذا رميت امرأة بما هي منه بريئة طلب منك الشارع أن تأتي بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء يجلد 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أبدا. وإذا وقع الرجل في الزنا أو المرأة بعد كل هذا ثم ستر نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمن ابتلي بهذه القاذورات فليستتر، أما إذا جاهر بها واعترف بها فينفذ عليه حد الله، إما الرجم 100 واغتراب عام لغير المتزوجين، وإما الرجم البتة حتى يموت للمتزوج المحصن. جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله قال: زنيت يا رسول الله فطهرني، فرجم حتى مات، فلعنه أحدهم، وتحدث أحد الصحابة إلى الآخر قال: ألا لعنة الله عليه، كان عليه أن يستر نفسه وها هو يأتي ليعلن جريمته على الملأ فيقتل كما يقتل الكلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهما، فمر على جيفة حمار قال: فلان وفلان. فجاءه قال: انزل فكلا من هذه الجيفة. قال: يا رسول الله غفر الله لك، أفي الأرض من يأكل الجيفة؟ قال: لقد أكلتما لحم أخيكما، فوالله إنه الآن في ربض الجنة وفي خرفة الجنة يأكل من ثمارها ويشرب من مائها. وجاءت بعد ذلك التي ارتكبت معه الجريمة الغامدية، قالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. قال: ما تقولين؟ قالت: أتريد أن تردني كما حاولت أن ترد ماعز؟ قيل لها: اذهبي حتى تضع الولد. وجاءت بعد الوضع فقال: اذهبي حتى تفطمي. وجاءت بعد سنتين وفي يده كسرة خبز، فرجمت رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قسمت توبتها على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. هكذا كان يشعر المؤمن إذا وقع في هذه المصيبة. فالزنا جريمة يهتز لها عرش الرحمن، الزنا خطر ماحق، الزنا يورث الفقر، بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، الزنا يورث الأمراض، الزنا يورث العذاب من السماء، الزنا يجعل أهله تشتعل وجوههم نارا يوم القيامة، تشتعل نور وجوه الزناة نارا يوم القيامة، لأن الوجه الذي يزني وجه لا يستحي من الله. سبحان الله. فالله الله في أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم يا رب نسألك أن تحفظ أعراض المسلمين، اللهم طهر قلوب الشباب واغفر ذنوبهم وحصن فروجهم، كما قال النبي للشاب: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه
وحصن فرجه حينما جاءه ليقول ائذن لي في الزنا. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.